السلام عليكم الاخوان، كديرين؟ كل شيء مزيان. نتمنوا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله جبت لكم واحد السروال ديال الجين مليح، سروال اوريجينال. انا هذه الكلمه هذه غنوقف عندها، واليوم جين اوريجينال. ولكن باغي نقولش لكم لا مارك ديالو، غادي نشوفوها بار يعني الكاميرا، غنشوفوها بالكاميرا، ولكن ما غنطقش باللا مارك ديالها. يعني راكم عارفين حكم القناه وداك الشيء، بزاف الحوايج كنبغيو نتفاداوها. غادي نوريكم هاد الجينات هادو، جاونا بجوج الالوان، الوينات اللي هما خطيرين. اول لون عندنا الاخوان هو هذا جافيليزي، كيف ما كتشوفوا جي اللي مليح الوين ديال هاد الوقيته هادي، واوريجينال سرويل خطير كيف ما كتشوفوا. سروال جاكم بجميع المواصفات ديال المليح وثمن خيالي. الكولور الثاني عندنا الاخوان هو هذا، كيف ما كتشوفوا زرق مغلوق قريب للجري، صاله سليم ومليح. هذاك صاله سليم عادي، وهذا سليم فيت، يعني جوج اشكال خطيره وثمن مناسب. المهم كيف ما سبق وقلت لكم، ما غتكلموش على لامارك، لامارك غتبان لكم وانتم راكم ادرى بهذا الشيء. هذا غنشوفوا هاد السلعه هادي طاب بطاب، ما غنزغلو حتى حاجه، نشوفوها ملبوسه. واخر حاجه كيف ما عودناكم غنختموه بالثمن ان شاء الله هاد لا فيديو هذا. المهم الاخوان، دوينا على السروال اللي غنوريكم، شفتوا جوج اشكال اللي مزيانه، كل شيء مليح. غادي نمشيو نوريهم لكم في المانكاه، ولكن ما تنساوناش ملي لايك، والناس اللي اول مره كيشاهدوا المحتوى ديالنا يتابوناو في القناه، واحسن حاجه غديروا هي تبارطاجيو الفيديو في المواقع الاجتماعيه ديالكم. ويلا نشوفوا هاد السريولات هاد. بالنسبة للإخوان، أول سروال عندنا هو الكولور اللي كتشوفوا فيه دابا، زرق مغلوق فصالة اللي خطيرة، تيبوش كيف ما كتشوفوا الفصالة ديال السروال، الخياطة ديالو كيفاش كطيح، سليم فيت. هذا بالنسبة للناس سليم فيت. والجميل في هذا السروال هذا هو ستريتش إلاستيك كيف ما كتشوف. شوفوا لي الخياطه ديال السروال كي دايره، الفورنيتور ديالو اي حاجه غندوزو عليها الاخوان باش نتوما تعرفوا شنو غتلبسوا. لاكوب ديالو من اللور، لي بوش اللور ديالو كيفاش كيطيح، والسليم ديالو. هذا هو السروال اللي جاكم اليوم، وسليعه اوريجينال كنزيد ناكد لكم، فصاله مليحه وخدمه نقيه. بالنسبه للفراشه ديالو من التحت حتى هي كاينه وجاتكم في الموعد. هانتوما الاخوان السروال بالفراشه ديالو كلشي، هانتوما الاخوان شي حاجه نقيه، شي حاجه مزيانه وناضيه. ولاكوب ديالو خطيره بالنسبه للناس اللي كيبغيو سليم. ودابا الاخوان مشو نشوفو الازرق اشنو جاب لينا، والفصاله ديالو، والخدمه كيفاش جات، ونختمو لا فيديو ان شاء الله. ثاني سروال عندنا الاخوان، اقدر نقول لكم بدون تعليق صراحه، السروال جاكم بلون بفصاله بلاكوب اي حاجه واعرف هاد السريويل هذا. شوفوا معايا مزيان ودقه دقه عليكم، شوفوا لي لاكوب ديالو، شوفوا لي الفصاله، شوفوا لي الخياطه ديالو من التحت. وهذا التسليم ديال هذا راه ماشي هو الاولاني، هذا السليم ديالو بعقلو، السليم ديالو سامبل كيف ما كتشوف، واي واحد يلبسه صراحه. سروال اللي خطير، سروال زوين، وكيذكرني هذا الكولور هذا كيذكرني بليفيس ميريكان اللي كان شحال هادي. فصاله اللي مليحه وخطيره وزوينه، حتى هو جاكم بحالو بحال خوه الفراشه حتى هو. نقلبوها انتما الاخوان، شوفوا لي الفراشه كي دايره، الخدمه خدمه ناضيه، الخياطه كيف ما كتشوفوا، شوفوا لي الخياطه كي دايره، شي حاجه مليحه مليحه. شوف شي حاجه سروال بمعنى الكلمه. والثمن اللي درنا ليه ثقوا بيا ما يستاهلش، هذاك الثمن اللي درنا ليه يستاهل اكثر صراحه.
والثمن ديال هذا انا غنقولها لكم دابا اللي داير ليه في المكازان ديالو كيدير ليه 499 درهم، يعني ثمن بزاف بالنسبه للمواطن العادي، راه ثمن بزاف وغالي. وجيناكم الحمد لله بواحد الثمن اللي مليح وزوين وبحالكم نتوما. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، سهل كل خير. شوفوا لي التي بوش كيفاش مخدوم، في صاله كي دايره كلشي كلشي ناضي كلشي كلشي. وتلبس السروال اش غيعجبك، ملي كتلبسو اش غيبان لك مزيان. ومشو دابا الاخوان نهضروا على هذا السروال هذا، نشوفوه عن قرب بالكاميرا، نشوفوا الخياطه ديالو من الداخل ونختموا لا فيديو ان شاء الله. صراحه الاخوان كنت باغي نوريكم هذا السروال هذا محطوط، نقلبوا التفاصيل ديالو نشوفوه من الداخل من برا، ولكن فكرت مزيان. شوفوا المليح كيبقى مليح، غادي نضيع لكم نتوما الوقت وغنطول لا فيديو وغندير عليه واحد جوج دقائق ولا ثلاثه، ما كاينلاش. السروال الاخوان اوريجينال، سلعه مليحه وناضيه، ما كتحتاج لا نفخوها لا نعطيوها اكثر من القيمه ديالها. سروال عنده قيمه، اوريجينال كيبقى اوريجينال، ومرحبا بالجميع. اش كاين الاخوان، برعتكم ولا ما برعتكم؟ جبت لكم جوج سريولات ماركه واحده وجوج لوينات مختلفين وشي حاجه خطيره. جيو لبس ليا مع راساتك وتبرع ليا. كان عندنا جموديلات ملاح، اللون الاول هو هذا، اللون اللي هو زوين مليح نقي في صاله، شفتوها لاكوب ديالو كلشي زوين. وكان عندنا هذا اللون هذا اللي تا هو مليح صراحه، عجبني نقي في صاله زوينه، هو اللي ملبوس قدامكم دابا على الشاشه. مهم سيرولات اوريجينال، والماركه راكم شفتوها بينو وبينكم، راه اخبار في راسكم. المهم جي قيس لبس وتبرع ليا مع راساتك. اشنو بقينا الاخوان؟ كيف ما جرات العاده وكيف ما ولفناكم ثمن ديال هاد السليعه هادي، قبل ما نمشي نشوف هاد الثمن هذا ونعرفوا هاد الثمن ديال هاد السليعه هادي، وديروا لنا واحد لايك وتابونوا عندنا في القناه. والناس اللي اول مره كيشاهدوا المحتوى ديالنا تابونوا عندنا في القناه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو في المواقع الاجتماعيه ديالكم اللي كان واتساب فيسبوك تيليجرام انستغرام اي حاجه، لوح باش كلشي يستافد ان شاء الله. الثمن ديال هاد السلعه الاخوان والثمن ديالكم، ومن الاخر لا زياده ولا نقصان، كيبقى لكم الاخوان 199 درهم ثمن. حتى فكرت فيه عجقلتو لكم صراحه، كنت باغي ندير ليه 220 درهم، ولكن كنشوف صراحه الناس كيدخلوا عندنا وناس زوينين وناس يستاهلوا كل خير، علاش درت لكم 199 درهم؟ قول 200 درهم باش بلا ما نختلفوا على درهم. المهم سريويل زوين ونقي وجميع لي طاي، كيبدا من 31 حتى 36، يعني من 38 تي طاي يعني طاي صغيره حتى 46 كبيره. وفهموا معايا وركزوا معايا على لي طاي، كلشي يلبس ان شاء الله ومرحبا بالجميع. كان معكم عبد الواحد من قناه جاري برو، اخر كلام واجمل ختام هو الصلاه على الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.